L'objectif de la croissance rouge, c'est que nous devons 3 ans. 3 ans, oui, après tu serais 3 ans. Parce que la CNAS peut être toute seule à partir de 5 ans. Après, la CNAS peut être toute seule à partir de 3 ans. Oui, je reste le mot bac. Parce qu'on a créé la. الهلال الأحمر الجزائري اليوم في استراتيجية جديدة تخص أولا العناية بالمناطق الحدودية وثانيا العناية بذوي الاحتياجات الخاصة. كنا قد وضعنا مخطط لفتح أكثر من 10 مراكز لعناية بأطفال طيف التوحد، لأن ربما هناك معاناة من طرف أهالي هذه الفئة. عندنا اليوم المركز الثاني اللي نفتتحوه في ولاية قسنطينة ليعنى ب 108 من أطفال هذه الفئة. كان لدينا في البداية مركز كذلك لتكوين الفتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة في ولاية قسنطينة، هذا يعتبر المركز الثاني، وربما ستكون مراكز أخرى في القريب العاجل. بيان سور احنا كاين هناك تعاون بيننا وبين الجمعيات اللي عندها خبرة في هذا الميدان. الهلال الأحمر الجزائري يوفر لهم جميع الإمكانيات وهم يفيدونا بالخبرة تاعهم في هذا المجال. هناك أطباء نفسانيين، هناك أطباء مختصين كذلك، هناك دي زورتوفونيست ومربيات مختصات في تربية هذه الفئة. هناك معاناة مهما نحلوا المراكز يبقى ديما العدد قليل. الحمد لله احنا كاين الدوله راهي تتكفل بعدد كبير من اطفال هذه الفئه. الهلال الاحمر الجزائري بصفته الذراع الانساني للدوله الجزائريه ومساعد للسلطات المحليه يحاول فقط مد يد العون للدوله الجزائريه بفتح مراكز اضافيه بالتعاون مع المجتمع المدني ليلعب دور مهم كذلك في التكفل باطفال طيف التوحد. لدينا العديد من المراكز كذلك عبر التراب الوطني، وهي دعوه لجميع الاطباء للتقدم من مراكز الهلال الاحمر الجزائري للمساهمة معنا بالعناية بالعائلات المعوزة في إطار تطوعي واجتماعي بحت. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.